السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد هكلمكم النهاردة. طبعا انا ما روحتش عشان لان يعتبر يعني انت لما تيجي تروح تشتري حاجات مش شرط تروح عشان انت ممكن تشتريها من اي ماركت قريب منك. فالنهاردة هكلمك ازاي تصرف 1000 روبل يعني 1000 روبل يكفيك لمدة اسبوع. هنشتري الحاجات الاساسية بس، بمعنى يعني هنشتري الفراخ، هنشتري الرز، هنشتري المكرونة، هنشتري حاجات الفطار، حاجات تكفيك بالظبط لمدة اسبوع. هوريك الاسعار وهوريك هل 1000 روبل هتكفيك او مش هتكفيك او مش هتكفيك. اول حاجه خدنا باسكت جميل عشان نلم فيه الحاجات اللي احنا هنجيبها. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنبدا بيها وهي مثلا الفراخ. الفراخ هنا اسعارها، في فرخه مثلا تشتري طبعا فرخه كامله، يعني انت عايز توفر، لان انت مثلا لما تيجي تشتري مثلا صدور لوحدها او تشتري مثلا وراك لوحدها هتلاقي الموضوع غالي معاك. فانت بتشتري مثلا ايه، فرخه كامله، سعر الفرخه الكامله طبعا الاسعار بتكون موجوده هنا بالكيلو. تحت هنا عندك 189 اللي هي الفرخه دي، ثواني هوريك الفرخه دي، ده الكيلو منها ب 189 190 يعني، هما بيبقوا كاتبين السعر ايه 189. طبعا دي وزنها 1400 جرام، هي كيلو كيلو ونص يعني قريب من كيلو ونص. طبعا في فراخ تحت هنا، النوع ده كويس جدا، دي سعرها، دي وزنها 1000 كيلو ونص. طبعا كيلو ونص بتكون مناسبة، ما بتكونش كبيرة قوي ولا بتكون صغيرة قوي، فانت كيلو ونص تمام قوي معاك. فانت بس هتاخد الفرخة دي كيلو 600 جرام مثلا. طبعا السعر هنا معمول عليه ديسكاونت، الديسكاونت ده لو انت معاكش كارت، الديسكاونت ده لو انت معاك كارت. لو انت معاكش كارت هتاخد الكيلو ب 160، لو انت معاك كارت هتاخد الكيلو ب 148 اللي هي 147 99 كوبيك. فانت هتاخد اللي هي اللي تحت، اللي تحت دي نوعها كويس جدا، انا بشتريها دايما وكويسه، بتبقى حاجه نظيفه يعني وما مش زفر او كده. طبعا ده بالنسبه للفراخ. بعد كده هنروح مثلا للرز، او خلينا مثلا ناخدها بالترتيب. فهنقول هنا ايه الزيت. الزيت هنا اسعاره طبعا متفاوته زي ما انت شايف، في ب 160، في ب 109، في ب 105، في ب 99. فانت برضو هتاخد اقل حاجه معاك. طبعا انا مش هشتريها لان انا اوريدي لسه مشتري زيت، بس طبعا دي لونها غامق شويه فبلاش منها. بص، هو الزيت اللي انا بشتريه، الزيت ده كويس جدا، نضيف قوي، وسعره 105، مش غالي. احنا كده معانا جبنا الفرخه الكيلو ب 148، فرخة كيلو ونص مثلا تعمل لها مثلا 250 روبل، فاحنا كده ناقصنا من 1000 روبل 250، والزيت مثلا ب 105، فكده ناقصنا كمان 100، يبقى دي كده 350. ده طبعا بالنسبة للزيت والفراخ. تدخل على البيض مثلا، البيض هنا سعره ب 66، وفي فوق ب 89. طبعا البيض برضو متفاوت، في ب 84، في هنا حاجة ب 75. فانت طبعا ايه بتشتري برضو المناسب ليك. البيض هنا بيكون مكتوب عليه اللي هي دي اللي هي C1 او مثلا C0 او C2. C0 دي اللي هي اكبر حاجة، اكبر حجم، والC1 دي اللي هي المتوسطة، والC2 دي اللي هي اصغر حاجة خالص. فانت مثلا هناخد ايه، هناخد دي. طبعا هي مش دي اللي سعرها 66، اللي سعرها 66 دي وانت بتشوفها، تفتح هنا ده بيض احمر، انت عايز بيض ابيض برضو فيه هنا البيض الابيض، بس طبعا ده صغير جدا عشان ده C2. فعلا مثلا هناخد اللي هي دي اللي هي موجودة فوق، دي سعرها 75. فاحنا كده نقصنا الفراخ ونقصنا الزيت وهنقص البيض، حطه في الباسكت بتاعنا. برضو عندك هنا بعد كده المكرونة، برضو المكرونة اسعارها متفاوتة جدا. يعني مثلا كيلو المكرونة ده، ده مش كيلو طبعا، ده 450 جرام ب 59 روبل، اللي هي 60 روبل. يعني كل الماركتات، يعني مثلا الماركت اللي انا فيه ده اسمه فيرني، في ماركت اسمه ماجنيت برضو، وماركت اسمه بياتروتسكا. الماركتات دي بيكون عندها براند بتاعها، بتاع الماركت نفسه، فبيكون اسعاره قليله جدا. يعني مثلا المكرونه اللي تحت اللي هي لونها اصفر دي، سعرها مثلا المكرونه السباجيتي دي سعرها مثلا 24 روبل، وكويسه نضيفه على فكره انا بستخدمها. مثلا القلم دي سعرها 19 روبل، والشعرية دي سعرها 16 روبل، فهي حاجات رخيصة ونضيفة. فاحنا مثلا ممكن ناخد واحد سباجيتي، وناخد مثلا واحد شعرية، وناخد مثلا واحد من المكرونة العادية دي اللي هي المكرونة بتاعت مصر العادية، وناخد واحدة قلم.
احنا كده معانا الاربع اكياس دول مثلا يعملوا حوالي 100 روبل مثلا، لو هنعتبر ان هم 100 روبل. تمام. بعد كده ندخل على الرز. الرز هنا سعره 79، طبعا عملوا لي ديسكاونت من 99 ل 79. فانت مثلا هتستخدم في الاسبوع، طبعا انت في الاسبوع هتستخدم في اليوم مثلا في الطبخ هتستخدم مثلا كوبايه واحده، فمثلا الكيس ده يعمل له مثلا 4 كوبايات، فانت بس هتاخد كيسين مثلا. ادي كيسين، الكيسين دول مثلا الواحد ب80 يعني الاثنين ب160، نقص من ال1000 بعد ال100 بتاعه المكرونه، نقص منها ال160 بتوع الرز. بعد كده مثلا لو هتاخد كيس سكر برضو نفس الموضوع، كيس السكر تمنه بالكارت ب49 وتمنه من غير الكارت 54. هناخد مثلا كيس سكر، طبعا كده خدنا ايه يعتبر الحاجات الاساسيه، مكرونه فراخ رز وبيض، وطبعا الزيت زي ما قلت سعره كان ما خدتوش عشان انا عندي اوريدي فمش محتاجه. بعد كده العيش بقى، العيش هنا في الماركت هنا او عامه يعني بيكون في معظم الماركتات بيكون ايه، بيكون مثلا كيس فيه رغيف واحد اللي هو حاجه زي العيش السوري كده، بيكون فيه رغيف واحد بيكون ثمنه مثلا حوالي 20 روبل، او في كيس بيكون فيه ثلاثة اكياس بيكون ثمنه مثلا 50 روبل. فانت مثلا ممكن تشتري لك كيسين يكفوك لمده اسبوع مثلا، لو هتستخدم رغيف واحد في المره فانت يعتبر هتستخدم يعني مثلا لو هتفطر برغيف واحد فانت هتستخدم 6 يعني 6 ايام، ده بالنسبه للفطار. طبعا برضو لو انت بتاكل توست او كده فسعر التوست برضو ما بيكونش غالي. سعر التوست مثلا كيس التوست ده، ثانية، كيس التوست ده ب34 روبل، ومثلا كيس التوست ده اللي هو التوست اللي انا قلتلك الاول ده توست ابيض، ده توست بني اسف، ده توست ابيض سعره 42 روبل. فمثلا لو هتاخد كيسين عيش من العاديين هيبقوا مثلا الاتنين ب100، يبقى ناقص 1000 كمان من المية، نقص 100 اسف من ال1000. لو مثلا هتاخد كيس عادي وكيس توست يبقى النقص مثلا 90. طبعا ده كده بالنسبه للحاجات الاساسيه بس، واللي انا بتكلم فيه ده للناس اللي حرفيا هتعمل اكل في البيت بس، لكن لو انت هتخرج او كده وهتاكل من بره اقل وجبه بره ب 300 روبل. يعني مثلا لو هتاكل وجبه من KFC او وجبه من برجر كينج هيكون مثلا سعرها 200 300 روبل، 300 روبل ده يعتبر اقل حاجه، فمثلا هيزيد معاك طبعا. لكن انا بتكلم على حد هيصرف من البيت بس، يعني حد هيعمل اكل في البيت بس مش هيصرف اي حاجه بره. بعد كده عندنا برضو من الحاجات الاساسيه انك هتجيب بصل اكيد عشان تعمل بيه مثلا الفراخ او تعمل بيه اي حاجه. فانت مثلا سعر البصل هنا 23 روبل ده للكيلو، فانت مثلا يعتبر هتاخد كيلو ونص مثلا. وسعر البطاطس برضو انت تاخد بطاطس ده اساسي يعني مثلا سعرها بالكارت ب9، ده من غير الكارت ب39، ده بالكارت ب35. طبعا الكارت، وجود الكارت او وجود كارت اي ماركت معاك ده مهم، بيبقى في ماركتات تعمل ديسكاونت على الناس اللي معاها كارت، يعني اللي لو معاك كارت يبقى الديسكاونت موجود ليك، لو معاكش كارت يبقى الديسكاونت مش هيكون موجود. فاحنا دلوقتي مثلا هناخد كيلو ونص بطاطس وناخد كيلو ونص بصل، بتروح تاخد مثلا كيس، هناخد كيس وناخد اتنين، نروح بقى نبتدي نحط فيهم، ننقي بقى البطاطس اللي احنا عايزينها والبصل اللي احنا عايزينه ونحطه فيه. هحط البصل في الاكياس ونروح بقى نحاسب بعدها، لان احنا يعتبر كده خدنا اهم حاجات احنا محتاجينها. دلوقتي مثلا خدنا دول كمية البصل دي يعتبر كويسة، وكمية البطاطس دي برضو تعتبر كويسة. طيب احنا كده جبنا الفراخ وجبنا البطاطس وجبنا البصل وجبنا كل الحاجات المطلوبة. دي حاجة اسمها مرقة الدجاج، طبعا انتوا عارفينها يعني. مرقة الدجاج دي بنستخدمها، بنحطها على الرز، بحطها على المكرونة، بحطها على اي حاجة، بحطها انا بعمل الفراخ عادي جدا وكويسة جدا. هناخد مرقة الدجاج دي معنا. طبعا بقى احنا محتاجين سلطة، محتاجين اسف صلصة طبعا للمكرونة، فيعتبر افضل صلصة موجودة هنا في الماركت ويعتبر ارخصهم دي، سعرها 89 90 يعني مثلا، وزنها نص كيلو. طبعا في حاجات طبعا كويسة اكتر منها، مثلا دي، بس طبعا دي وزنها 480 لكن دي وزنها 500، يعتبر قريبين من بعض. فانا هاخد دي برضو عشان الاقي ديسكاونت، لان دي احسن من دي، يعني دي لونها غامق شوية لكن دي لونها افتح شوية
واجمل بصراحه. انا بستخدم دي لما بتكون سعرها رخيص، لان هي سعرها في العادي 130 ودي ب89، فانا باخد دي وقت ما بيكون عليها ديسكاونت. فلو انت قابلت الدي وعليها ديسكاونت خدها وهتعجبك جدا وكويسه جدا. ده كده يعتبر الحاجات الاساسيه. فاحنا بقى ايه، وانا في المونتاج طبعا هوريك اسعار الحاجات، وهوريك برضو التشيك بتاع الحاجات، وهوريك ازاي الالف روبل دي هتكفيك اسبوع كامل. طبعا بقى في ناجتس وفي حاجات، بس طبعا انت لو هتجيب ناجتس بقى والكلام ده فانت يعتبر يعني الالف روبل مش هتكفي، محتاج اكتر من الالف روبل. فانت مثلا هتعمل مكرونه وجنبها بطاطس، مثلا تعمل مكرونه جنبها اي حاجه تانية وهكذا. طبعا احنا معانا فراخ ومعانا كل حاجه، طبعا التوابل برضو موجود كل التوابل، بس دي برضو دي مش حاجه اساسيه زي مثلا الفراخ. انت وردي التوابل مثلا تشتري كيس الفلفل الاسود مثلا كفيك اكتر من اسبوع، كفيك مثلا يدخل لك في شهر. تشتري مثلا كيس الشطه نفس الموضوع، وحتى كيس البتاع اللي انا اشتريتها دي برضو هيكفيك اكتر من اسبوع. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك وتستفيد منه. يعني حبيت اعمل التجربه دي من باب يعني ان الناس بتتكلم يقول لك لا ده ال $100 ما تكفيش في الشهر وكده. لا، انا شايف ان ال $100 تكفي وتكفي اي حد في اي مدينه، لان مثلا لو هنيجي نتكلم عن اسعار المنتجات عامه في روسيا، اللي هي مثلا زي الرز والزيت والكلام ده، هتلاقيها واحده. والدليل ان انا صورت فيديو في اشان في سان بيتر، وصورت فيديو في اشان هنا في كاترينبرغ، فالاسعار كانت واحده. فالمنتجات عامه هتلاقي اسعارها واحده. بس فحبيت اعمل التجربة دي علشان اوري الناس فعلا ان ال $100 تكفيك الشهر. الالف روبل اللي انا يعني حبيت اعمل التجربة بيها، الالف روبل دول حوالي مثلا $13، اللي هم مثلا حوالي 400 جنيه مصري. فالالف روبل تكفيك الشهر، اسف، الالف روبل تكفيك الاسبوع، مش قليلة يعني. طبعا انا اشتريت الحاجات اللي انا اشتريتها دي كانت مثلا سعرها 800 روبل. الحاجات اللي انا اشتريتها دي كلها كانت سعرها 800 روبل. طبعا دي حاجات اساسيه تكفي اسبوع كامل حرفيا، بس عشان انا ما اشتريتش عيش اللي هو مثلا كان هيكون حوالي 50 روبل، وما اشتريتش زيت اللي هو مثلا كان هيبقى حوالي 100 روبل، فتعتبر يعتبر 150، ومثلا حاجات ب 820 او 830 يبقى دي مثلا ال1000 روبل. فانت ال1000 روبل هتكفيك. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يعجبك. طبعا انا ماشي في الشارع في التلج، الدنيا كلها تلج، العربيات كلها تلج. اتمنى الفيديو يعجبك، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل سبسكرايب. الفيديو كويس وهتستفيد منه، والسبسكرايب مش هيخسرك كتير يعني، بس لكن هو تشجيع ليا يعني. بس شكرا، مع السلامه.